يلا الاخوت نستكمل الشرح نستكملوا الشرح. الله يجازيكم بخير. قبل ما ندوز لايف تاني ندوز لايف فيسبوك باش نجاوب على الاسئله ديالكم. يلا عندنا واحد تقريبا واحد 20 دقيقه قبل ما ندوز لايف في الفيسبوك. حنا راه مجدين السيت اب شتو مجدين باش ندوزو في الفيسبوك. الوغ نوطون دونك ندوزو في الفيسبوك نكمل لكم الشرح ديال هذا القرص حيت هذاك الشيء كثير ندوزو علينا هذا الشيء دغيا ياك ندوزو هذا الشيء الاخر ان شاء الله باش نعاودو نشرحو. دائما في اطار الناس اللي اول مره كيتابعوني فانا كنشرح لكم القوانين ديال فيسبوك ادز لان كاين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش القوانين ديال فيسبوك ادز وتيديروا دي فوت اللي هما غاف وتيتسد لهم الاد اكاونت ديالهم ولا البيزنس مانجر ديالهم. فلهذا كنشرح لكم هاد القوانين هادو بالنسبه للناس اللي تيقول لك اودي كيجيونا هاد القوانين ما كنفهموهاش او للناس اللي تيقدروا انهم يديروا بعض المشاكل في الاكونتس ديالهم. فالهدف من هذا الفيديو هادو هو ان نشرح لكم هاد الرولز باش هكا ما تطيحوش في المشاكل. كيفاش تصنع الفلوس اخويا؟ غادي تاخذ كونسلتين عندنا هنايا ومرحبا بك اخويا ولا ابل واتساب ونشرح لخويا كلشي. كيفاش غادي تلقى النمره في البروفيل ديالي في انستغرام اتصل بها ويجاوبوك يجيبوك الانسات المحترمات. الو غنمشيو نكملوا ياك الخوت صافي كلشي واجدين نديماريو. يلا عطوني عطوني لاكسيون فين 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 وقفنا يلا على بركه الله نديمار. يلا نكملوا الشرح ديالنا. الوغ وصلنا سيدي البيرسونال اتريبيوتس اد ماست نوت كونتين كونتنت ذات ازرت ان امبلاي بيرسونال اتريبيوت انكلودينغ دايركت اور اندايركت اباوت بيرسونال ريس اوريجينال ريليجن بيليف اي سيكشوال اورينتيشن براكتس. هادي جاوبنا عليها هادي هضرنا عليها الوغ غنمشيو للميس ميس انفورميشن فيسبوك per habits ads that include claims debunked by third party fact checkers or certain systems claim debunked organization with party experts advertise post information deemed to be false may have restriction placed on the ability of the mind. Hello مثلا ميس انفورميشن دابا مثلا تيقول لك الاشهارات اللي عندها واحد البعد تغليط الراي العام تغليط الراي العام بحال هكا تغليط الراي العام تغليط الرأي العام بحال مثلا ملي تجي انت تقول لي من كورونا وكيدير لها سبونسور في فيسبوك او لا واحد يوتيوبر او لا واحد فيسبوك كيدير لنا واحد الفيديو فيسبوك مثلا تيقول لك هذا علاج كورونا طريقه تيدير لها سبونسور تتسمى هذه ميس انفورميشن يعني تغليط الراي العام. اي معلومه اللي ممكن تغلط الراي العام كيسدوا عليها الكونت. Controversial content as must not contain that exploit crisis on political or social الاعلانات ذات طابع سياسي وداك الشيء ممنوع. سي اخنوش داير لنا واحد سبونسور هاد اليامات راه ممنوعه. اللهم الا كان عندك خصك ت خصك تفيريفي الكونت ودوك المسائل. المهم نون بلاتي اتسمنت كونتين كونتين دات اكسبلوت كريزيز اور كوميرشال. المهم انا ما عرفتش الفيديو صراحه ديال اخنوش ما بدات تطلع ليا في الادس واخا ما شفتوش. المهم داكشي ديال السياسه وهذا تخربيق. نون فونكشنال لاندين بيج نون فونكشنال لاندين بيج اخويا انت تتبيع واحد البرودوي ولا باج لاباج ما خداماش طاحت لك لاباج طاحت لك لاباج ديال لاندين بيج طاحت خسرات غيسدوا لك الكونت. داك الروبو غيدير تيك 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 يدخل لاندين بيج يلقاه ما خداماش يسدوا لك هما الكونت صافي. يعني لاباج لاندين بيج الا طاح لك السيرفر وقف الادز حيت الا خليتي الادز مطلوق واللاندين بيج طايحه او لا ما بقاش او السيرفر طاح يسدوا لك اللايف تيتقطع الخوت تيتقطع ولا نكمل تقطع ولا نكمل تسمعوني مزيان يلا نكمل.
cheating and this is a practice. خويا الاعلانات تتبيع شي برودوي ديال التجسس شي طريقه اللي فيها مثلا اما تتبيع برودوي اما كدير شي فيديوهات اما كتبيع شي سيرفيس فيه شيتين فيه الغش ممنوع اللي كيدار هنا وداك الشيء كتبيعو راه ممنوع راه ممنوع حيت هو داخل في الشيتين اي حاجه داخله في الغش ممنوع صافي ديك الكيت ديال الامتحانات ما دير لها سبونسور مسقوط الوالدين غيسدوا لك الاكونت ديالك صافي جرامار اخويا ما تعرف حتى تكتب جرامار الجرامار اخويا البانكتويشن اسمع 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 هذه معلومه مهمه هذه معلومه مهمه كلشي كيطيح في هذا الغلط خويا اللي تكتب اعلان خاص تكون اولا مكتوب بطريقه سليمه ما تكونش فيه اخطاء ديال الجرامار تعبير الركيك سيدي عندك تعبير الركيك غادي يسدوا لك فهمتيني المنتوج الواعر جدا الواعر جدا فهمتيني بولشيت غيسدوا لك اوكي لا غرامير ثاني حاجه اسمع البونكتويشن اشوفها الشريفه وا محمد وا يا العالي بونكتويشن خصك دير النقطه ولا فاصيله نعم سيدي وعلامه التعجب ويكون داكشي ناضي شتيا هاي واش انا ما قلتش انا على انا تنقول راه فيسبوك اللي تيقول هاي شتيا هاي 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 ات ماس نوت كونتي بروف او باد جرامر اند بونكتويشن واش تيا بونكتويشن هي البونكتويشن اخويا امين سدوا لي الادس سدوا لي فيسبوك والله ما عرفت علاش واحد قرب عاطي ضمونه انت وليتي راه كاتبوها لك انا الوغ زيد نكملوا سيمبلز لي زيميتيكون لي زيميتيكون لي زيميتيكون ممنوعين داك التخربيق is not allowed on Facebook is not allowed you do shit you get shit هادشي اللي كاين صافي زيد عليهم اسيدي ديك اللعيبه ديال الكلمات كذلك الا كتحاول انك تلعب في الاد كابي تتبيع واحد المنتوج فهمتيني ولا تريد ذكر ديالك الكلمه لانك اذا ذكرتها فهي بحال بحال مثلا واخا في العظمه تكتب اسمحوا لي على الجمله اسمحوا لي حنا تنقراو تنقص وكل شيء موجز المهم حنا ملي تقول فاك دابا فاك ما تكتبهاش فاك باش ما تبينش راسك انك قليل الحياه اش كدير تدير اف سي كا دابا مثلا اف سي كا حتى هي داخله في هاد بروفانيتي وغرامار هادشي الا درتي اف سي كا يعني كتعني هاد شي واحد كي شي واحد كيبيع شي برودوي فهمتي تيوصل تيقول لك تكبير الخيار فهمتي الخيار فهمتي هو دابا تيقول لنا الخيار ولا تيحط لينا اي تيقول ممنوع داكشي ممنوع فهمتي الخيار ما داخلش معنا في العطر لا خيار لك يا اخي انجي وسيدي نو اكزيستين فونكسيوناليتي اوكي نو اكزيستين فونكسيوناليتي ات ماست نوت كونتين ايمج ذات برودكت نو اكزيستين فونكسيوناليتي ذات رند ذات انكلود ايميل اور بليكيت بلاي بوتون نوتيفيكيشن تشيك بوكس اوز ادز كونتين فيتشر ذات نوت ورك شاز از مالتيبل تشويس المهم هنا اخويا خاص اي اوبسيون درتيها في الاد سيت ديالك تكون خدامه شي حاجه ما خداماش يسدوا لك صافي دير مثلا لي تشيك بوكس في الادس ديالك ما خداماش سد ليه عندك شي حاجه شي لعيبه فيها مالتيبل تشويس تتشيكي بزاف ما خداماش سد ليه يعني اخويا الاد خاصو يكون كاع لي فونكسيوناليتي ديال الاد خدامين كلشي خدام تيقول لك اسيدي تاني بيرسونال هيلث Ads must contain before and after image or image that contain expected unlikely results as content must not imply the attempt to generate negative soul perception تيقول لك اخويا الاشهارات الاشهارات اللي فيهم كان دير وملي استخدم المنتوج ديالنا ولا دير ها كان رقيق ولا غليظ تتسمى البيفور والافتر البيفور والافتر ممنوع تيقول لك اودي فيسبوك ممنوع ممنوع دير من ممنوع دير البيفور والافتر متفقين شي حاجه بيفور والافتر لا ممنوع Payday loans paycheck advance and bill bonds that might not promote
Paid a loan, paycheck, advance, bail down on any short-term loans and loan to cover someone expense until their next payday, short-term loan. ما فهمت فيها والو هادشي صراحة الله هادشي ما كنخدموش به حنا. Payday loans وهادشي المهم هاد 20 شوف هاد payday loans وهادشي ما كنخدموش به حنا بعدا أنا ما فهمتش فيه هذا ما فهمت فيه حتى شي حاجة وان جبعي لكم هادي ما فهمتهاش أنا payday loans, paycheck, advance المهم هادشي ما فهمتش بيجن هادي ما فهمتش هادشي عنده علاقه بالكريديات وهذا حنا العريري خلصونا من الكريدي المهم ملتي ليفل ماركتين التسويق الشبكي ممنوع المهم راكم تعرفوا التسويق الشبكي لا داعي انا نشرحه ممنوع في فيسبوكات بيني اكشنز از ما نوت بريموت بيني اكشنز بيدين في اكشنز اور اني سيميلار بزنس البزنس ديال تدللت ممنوع تقول لك البيدين في البيدين ولا ديك اللعبة ديال دايره غير دولار ولا يو باي جاست هذيك ليفريزون داك التخربيق بزنس مودلز او سيميلار بزنس مودلز هذا داك التخربيق ديال ديك اللعبة ديال حنا تنعطيوك السلعة فابور ولكن الشحن ب 50 دولار فهمتيني ممنوع داكشي ديال الكريدي والقروض اي الكريدي والقروض حنا ما عندنا علاقه به ما عرفتش المهم ما عرفتش انا زعما كيفاش ممكن نديروا ليه الاشهار المهم انا ما عندي علاقه بهذا الشيء misleading claims as must not contain the false misleading claims that are relating to the effective business characteristics or product or service claims citing erroneous expression of values الكذوب تيقول لك هنا سيدي misleading claims تبدا تكذب وما اكثرهم في الايكوم يا سلام هذه هاد 23 تطبق على صحاب الايكوم هادي بصفة اساسية وانت اخويا تتقول ليه برودوي كاين نبت الشعر وهو صلع حسكة عنده هذاك هذا تقول ليه تنبت الشعر تيضل يلبط تكذب على بنادم تتقول ليه دير هذاك البرودوي ان شاء الله وراه غادي هو اش مشى دار مشى مسخوط الوالدين جاب واحد الجيل ديال الشعر بدل ليه غير البواطة العظمى يعطيك البواطة ديال الجيل مشى دارو في بواطة اخرى ومشى عند لاب بريمونت بريمات ليه كارتونات وهذا وبدا تيبيع ليه وانت قاعد تتلبق ما ينفع ما يضر بحال البل الحمار فهمتي حاشاكم فهذاك بحال البل الحمار ولا انت شديتي البل الحمار فهمتي حلبتي شي حماره تتبيع الحليب على اساس انه ما عرفتيش كيدير ولا انت كيشد البل الحمار كيديروا على الصلعه ديالو هذا تيتسمى ميسليدين يعني انت كتكذب على الناس تقول لك اودي الكذوب حشومه كذوب كذب يسدوك low quality or disputed content as must not contain content leading on external landing pages that provide an unexpected or disputed experience معلومة مهمة هادي يا خويا low quality and disputed content خويا باج عندك في تيدخل بنادم لا باج هادي بوب اب تيطلعوا ليه من الجناب تطلع ليه ديك اللعبة تتفلاشي فهمتي ليك يوزر اكسبيرينس يعني بنادم اللي كيدخل من عندك من الاشارة عندك فيسبوك تيدخل الادز كيلقى فهمتي ما عندوش تصفح ما تيكونش جيد لي بوب ادز كيخرجوا مني بحال اي جي بي اس نعطيك اكزامبل مزيان اي جي بي اس سكوش عندك اكسبيرينس هذا تيتسمى لو كواليتي اور ديسروبتيف كونتنت ديسراكتيف كونتنت ديسراكتيف كونتنت المهم هاد النوع ديال الكونتنت راه ممنوع سباير اور مالوير هذه باينه سبايوير اور مالوير يعني الا كنتي كدير ديال سبايوير في السيت ويب ديالك ولا ديال مالوير ممنوع غيسدوا لك هذه راه باينه اوتوماتيك انيميشن از ماز نوت كونتين اوديو اور فلاش انيميشن تو بلاي اوتوماتيكلي ويزاوت بيرسون انتراكشن معلومه مهمه السيت ويب اخويا ديالك دير فيه شي انيماسيون ولا دير فيه شي فيديو تيدخل بنادم انت دابا مثلا دير شي اشهار لشي برودوي في اللاندين بيج يعني اون فوا بنادم تيكليكي كيدخل لاندين بيج كيخرج ليه واحد المنشور السلام عليكم مرحبا بك خديتي خيار انك بغيتي تشري من عندنا الكورس ديالنا كيف ستربح المليون وان شاء الله معايا انا غادي تربح المال هذاك الفيديو اللي اوتوماتيك ممنوع يسدوا لك ادسنس يسدوا لك فيسبوكات الى دار غتسولني وتقول لي واه با امين ولا هما باش تعرفوا هادشي عندهم دي روبو روبوت يدخلوا كيتشيكي هادشي يعني هو غامض سابك انت واش يدخل الموظف لا راه ما تيدخلش كاينين دي روبو راسهم كيدخل مفهومة هذه ياك الخوت مفهومة unacceptable business practice as must not promote product service or schemes or offering using deceptive or misleading practice including does mean to scam people out of money or personal information yeah that's good and شوف unacceptable business تقول لك شوف كاين شي حويجه ثاني اللي غير ما مقبولينش في فيسبوك اشنا هما نعطيك مثال تاعو نعطيك مثال زوين خونا
تبرعوا معنا لبناء جامع في أوزلندا، تبرعوا معنا لبناء بيت الله، اشتري بريكة اليوم، تشتري بريكة كما لو تشتريها في إن شاء الله ستجدها شافعة لك في الجنة، هذيك فهمتي، اشتري خرزانة، خرزانة بريك لبريك، فهمتيني، هذوك تيقدروا يكونوا ناس اللي تيديروا اللي سكايميو متفقين، تيكونوا دايرين سكام، يعني انت كتمشي على نيتك كتشري إيجارة لبناء مسجد، تيقول لك تنشري إيجارة، هما تيديو دوك الفلوس حيت انت ما عرفتيش شكون هي ديك المنظمة، هذا داخل حتى هو في هذا البيزنس، هذا ما كاين لا بريكة لا والو، بريكة بريكة مشات بدا بها هو الفيلا. المهم بقات لينا دقيقة وما بقى لنا والو، الوغ سير سيستيم انت مازما توزين تاكتيكس انتين دونك سير تمس على اوزر فيوز اور اوزر انفورسمنت سيستم ديزين كلود تكنيكس اور تاتام تو ديزيز ادس كونتنت اور هادي ما فهمتهاش، خصني ندير لك مور باش نشوف انت مازما توز تاكتيكس هنا يونيكود كاركتر سامونتكس انتين تو بسيكيو ممنوع اخويا تحاول شوف تتحاول انه في الاد سيت ديالك اولا تتحاول انه في لاباج ديالك لاباج لاندين بيج ولا لاباج اللي انت داير فيها الحمله تتحاول تخدم يعني تتخدم بطرق مثلا بحال يونيكود ولا شي لعيبه باش تخربق الادز حتى يدار هذا الشيء الخوت ديال الاشاره تدار دابا كاين مثلا اللي كيبيعوا ساعات الرولكس تقول وات ذا فاك كيفاش تيلعبوا تيبيعوا الرولكس وهي اصلا هذيك الرولكس راه خاصك تكون يعني الا ما كنتيش ريسلر عندك الاغريمنت ديال الريسلر ما يمكنش تبيعها المهم كاين اللي تيخدموا في هذا الكوطي هذا تيخربقوا شويه حيت علاش قلنا في الاول الخوت اش قلنا قلنا راه روبو سي تان روبو كيدخل متفقين قلنا ان روبو كيدخل هذاك الروبو كيبداو يخربقوه باش يتلف الى عاقوا بك يسدوا لك متفقين الى عاقوا بك يسدوا لك غندير حفظ بطبيعه الحال حيت هادشي بغيناه الخوت اللي دخل باش حيت حشومه باقي الناس اصاحبي تطيحوا في مشاكل بزاف بسبب ما فاهمينش فيسبوك ات باش ما يتسدش لكم الكونت دابا الهدف هو ما يتسدش لكم الكونت راه ماشي تنقول لك ما يتسدش راه ولاد الحرام حنا اللي عندنا التجربه وعارفينش راه تيسدوا ولكن يسد ليك يعني غير ظلمك ماشي انت داير الفالطه وانت تقول فيسبوك ظلموني واكثريتهم هما هاد سيل اوف بادي بارتس ها هادو يلاه جاو عندي هي اليوم تيبيعوا الاعضاء الجسديه لا هي ديال الميكا دوك لي بروتيز ممنوعه ها هي بروتيز ممنوع سيل اوف بادي بارتس اد ماست نوت بريموت ذا سيل اوف هيومن بادي بارتس اور فلويدز ما تبيعش الريه ولا شوف الكبده وداك الشيء راه ما كتبعش فيسبوك راه تتمنع انك تبيع الكبده ديال بنادم الكلوه ولا العظام ولا لا ما يمكنش تبيع الكلوه ديالك في فيسبوك لا بغيتي تبيعها هذا تيرشوف لا لا ما تيتباعش هذاك الشيء صافي فاكسان ديسكوراجمنت الا شي عندك شي مشروع شي شيخ المهم شي فقيه ولا شي فلسفه تيقول لنا راه الفاكسان غير مؤامره قال لك اخويا الفاكسان انك ديزونكوراجي الناس انهم يديروا الفاكسان الا درتي هذه المساله هذه سدوا لك صافي ما تقولش الناس ما ديروش الفاكسان دابا انا اللي قلت لكم ما ديروش الفاكسان يسدوا لي عندهم الحق حيت هاد الرولز راه هما الرولز ديال البوست نيت فالفاكسان ثاني ما تقولش الناس انه راه هذا منظمه ماسونيه وداك الشيء الناس اللي كيهضروا في فيسبوك تعجبوني انا الدراري اللي كيهضروا في اي حاجه خصو يركب على الموجه المهم لو بغيتي تركب على الموجه تركب على هذه الموجه يسدوا لك عطي لا روبورتا وكعباد الله يسدوا لك الكونت ديالك فاكسان ديال ما تقولش الناس هذا الوغ تيبقاو لنا دابا سالينا شوف دابا حنا فين وقفنا لانه دابا راه 6 و3 دقائق خصني نبدا اللايف الاخر نجاوب على الناس المشاكل ديالهم حنا وصلنا دابا ريستريكشن كونتنت عاد باقي هذا وباقي هذا وباقي هذا وباقي هذا وباقي هذا وباقي هذا اللي كيفهم اخويا الانجليش وهذا يمشي الفيسبوك باليسيس ادز اللي ما كيفهمش الانجليش ولا ما كيفهمش فيسبوك اش بغا تقول بقى معايا ان شاء الله مره غادي نبقاو غدا ثاني ان شاء الله غنلونسي لكم بزاف ديال لي لايف باش هكا تفهموا معايا فيسبوك وما يقعوش لكم مشاكل في الاس ديالكم تبارك الله عليكم اللي عنده شي سؤال تقني ولا شي حاجه غنكون دابا في لاباج اوفيسيال ما غنبداو اللايف دابا واش نتي غنبداو اللايف دابا مرحبا بكم دخلوا طرحوا الاسئله ديالكم ونتمنى ان شاء الله انه يوفقنا الله لما فيه خير هذه الامه يلا السلام عليكم نتلاقاو اخوتي في فيسبوك الله يعاونينا احنا فيسبوك نتلاقاو في انستغرام نتلاقاو في يوتيوب بيجز واخا خصني نهز شي لعيبه نحطو هنا
والله العظيم ولينا انت نجي نتلاقاو حنا يلا نتلاقاو دابا في انستغرام يلا كلشي نتلاقاو في فيسبوك يلا كلشي نتلاحو في فيسبوك دابا نعاودو نساليو من فيسبوك غنسالي الاجابه على الاسئله يلا نتحقق كلشي ثاني للانستغرام اوكي سو ابديت يلا اخوت المهم نتلاقاو في فيسبوك السلام عليكم